تعمل كلية التربية على إكساب طلابها كفايات مهنة التعليم وأخلاقياتها باستثمار الجديد في العلوم التربوية وتكنولوجيا التعليم مع الحرص الدائم على القيم الثقافية الأصيلة. كما وتعد الكلية حملة الشهادة الثانوية العامة في 3 سنوات لنيل الإجازة في التربية في اختصاصات تعليم الطفولة المبكرة، تعليم العلوم والرياضيات، تعليم اللغة العربية، تعليم اللغة الإنجليزية، تعليم التربية البدنية والصحية، وتعليم التربية الدينية. تعد كلية التربية حملة الإجازة التعليمية في سنة واحدة لنيل شهادة الدبلوم التعليمي Teaching Diploma.